لا تطلع يا شمس، لا تطلع يا شمس كي لا ترى زينب حسرة، ما عليها خمار، قد ورثت من أمها زينب، ما أدري ورثت زينب، لو كلنا ورثناها لطمع على وجه فاطمة، وبابها اللي احترق وبيتها اللي هجموه، وتواصلت هاي 5 شموع مطفيات، قد ورثت من أمها زينب، كل الذي جرى عليها يا وصار، وزادت البنت على أمها، وزادت البنت على أمها، من دارها تهدى يا إلى شر دار. على ديك الناقة، وانت تعرف حالة الناقة شلونها، انت تعرف حالة الناقة وهي تقول يا أخويا هذه علي تنادي، تنادي إذا جملها رايح. بن فايز زايرنكم، بن فايز ما في مكان في البحرين إلا جاينا بن فايز. هذه علي تنادي، تنادي إذا جملها طايح. صوتكم 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 ودموعكم، ترى عندكم شهداء وكلنا محتاجين لهالدمعة هذه وثوابها إلهم. صوتكم عالي ونحبتكم تكون أعلى. هذه علي تنادي إذا جمالها طال، وهذه علي تنادي إذا حملها طال، وأنا زجر ما حني بالزلزلة الصاف. اقرأ يا حسين أنا والحق في حالة مشو، جابوا يا خويا الناقة من المراض مبلية، نوبا أنو عليها ونوبا تنو، قلت الركب ما اريد بمشي على يحسي انا والحادي في حالة، لا تزجرون الناقة واللي عليها مقيد، مثلك مشيت
حادي يمشي ولا يتهيد، كل ما أقول اتهيد شاب وعلينا زايد. يا حسين أنا والحال في حالتين، بعد هذا البيت الناقتي المهزولة إذا ضرابها طاحت، واللي ما هو مهزولة إذا ضرابها راحت. أنا شو أسوي؟ أقعد مع اللي طاحت، أقعد مع اللي طاحت، لو أتبعي اللي راحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني تنزيه لله جل وعلا، صدق الله العلي العظيم، تنزيه لله جل وعلا. الذين يعيشون مع الفكر ومع الوعي ومع استمرار التفكير الذي يبدأ بالذكر من الداخل، لأن سلوك الإنسان التي يمارسها في الخارج هي مجموعة أفكار في الداخل ينبغي أن ينقحها الإنسان. يعني الطريق المختصر لتصحيح السلوك، طبعاً الأقوال سلوك، الأفعال سلوك، زين؟ هذه كلها المجموعة الطريق المختصر لتصحيحها وتنقيحها وتنقيتها أن الإنسان يصحح نوعية تفكيره من الداخل الذي يسمى الذكر، لأن الذكر هو وعي الإنسان وحضور قلبه في شيء ما. وإنما سميت الألفاظ التي تشتمل على ذكر الله، يعني على مفردات إلهية ودينية، ذكر لأنها دالة على وعي القلب من الداخل في هذا الاتجاه وهذا النمط من التفكير. وعلى هذا الأساس رسخ القرآن فينا، يعني عملية ترسيخ ذكر الله جل وعلا، وأكدها وكررها بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في كل شيء. يعني البرنامج الروحي دائما معنا، دائما ويانا، شايف الآية زين؟ والذين يذكرون الله قياما، يعني دائما برنامجنا الروحي ويانا، مسافر برنامجك الروحي وياك، قبل أي شيء تستعد في رحلاتك في حركاتك، شنو راح تكون نوعية حديثك وتفكيرك
أنشطتك في حال فراغك مثلا. زين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا ونياما وعلى جنوبهم ويتفكرون. اشغل نفسك بهذا. ليش؟ لأن عندما تشغل نفسك دائما وأبدا، شوف عندنا فرق هنا، دائما وأبدا بنفسك بغيرك، أنت مشغول بالإنسان، أنت مشغول بالناس. يقول العلامة الكبير الشيخ المامقاني في كتابه مرآة الكمال نقلا عن الوسائل، وسائل الشيعة، يقول ذكر الناس داء. شوف هذه عبارة جدا مهمة، هذا رجل تربوي، يعني هذا رجل عنده أكبر موسوعة تقريبا في المتأخرين، أكبر موسوعة في المتأخرين في علم الرجال، وعلم الرجال هو بحث في موضوع سلوك الإنسان في الماضي طبعا، وهذا موضوع أصعب من أنك أنت تقدم بحث في سلوك الإنسان المعاصر. زين، يعني أنا الآن لما أريد أن أدون في علم الرجال المعاصرين هذا جدا سهل، يعني جدا سهل، وهي حركة مهمة طبعا، هي حركة مهمة، لأنه لو أن العالم في كل قرن، في كل قرن أو في كل حقبة زمنية دونوا لنا، كل منطقة دونت لنا مدونات في سلوك المجتمع وفي علم الرجال المعاصر، كانت تغنينا اليوم يعني عن مشقات كبيرة جدا، مشقات كبيرة جدا جدا. ما اختلفنا لا في زرارة ولا في المفضل بن عمر ولا 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 أبدا، ولا اختلفنا في أحد، نعرف خلاص، يعني برنامج سهل معد مسبقا. ولكن عندما يأتي المتأخرون يعني المعاصرون لنا وما قبل المعاصرين لنا ليكتب في علم الرجال، يعني يكتب في علم السلوك، يكتب في المدرسة السلوكية الماضية. زين، يكتب في المدرسة السلوكية عبر 10 قرون، وهذا شيء شاق. يعني الذين استطاعوا أن يكونوا في مستوى في نسبة من الدقة في مثل هذا هو عالم تربوي بجدارة. الشيخ المامقاني في مرآة الكمال يقول، وهو ناقل عن الوسائل، لربما هذه مقولة أو أنه نص، يقول ذكر الناس داء، كلمة جدا مهمة، ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ذكر الناس داء، شلون ذكر الناس؟ أنت عندما، فلهذا القرآن قال ولا تمدن عينيك إلى ما شاء الله، شايف كيف يقول؟ خلي الناس بقصورهم وغمض أعرض، خليهم بكشخاتهم وبأموالهم وبما متعهم الله تبارك وتعالى به، لأنك عندما تستغرق في تفاصيل ذكر الناس أو الأفراد يورثك حالة غير صحية في الحياة، تصير مريض. هذا جانب. الجانب الآخر ذكر معائب الناس، ذكر معائب الناس، لأن نحن مأمورين أن نشتغل بماذا؟ بمعائبنا الشخصية مو بمعائب الآخرين. هذا الذي ينقب عن معائب الآخرين غافل عن معائب نفسه، أو أنه كما شخصه أئمتنا من أبناء محمد صلى الله عليه وآله، حيث شخصوا بأن هذا النوع من الناس
يريدون أن يضعوا لأنفسهم مبررات للانحراف. المشتغلين بأخطاء الناس وأغلاط الناس يريدون أن يسهلوا ويقنعوا أنفسهم بأنهم في خير. فلهذا كل الناس بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. خربط ويا المخربطين ونضع فوضى الناس مبرر لفوضتي أنا الشخصية. فنحن مأمورون أن نشتغل بأخطائنا، نشتغل بذنوبنا، لأن هذا الانشغال بأخطائنا هو تصحيح. اشتغل بأخطائك بذنوبك، ومهما كانت ذنوبك الله ينظر إليك ويرضى عنك عندما تشتغل بذنوبك. وفي حديث قدسي بأن العبد يذنب ثم يقول اللهم تب علي فأغفر له، ثم يذنب ويقول اللهم اغفر لي أو تب علي فأغفر له، ثم يذنب ويقول اللهم اغفر لي فأغفر له، لأن هذا قاعد يحاور نفسه حوار إيجابي. هذا الذي يقول اللهم اغفر لي عند حوار مع نفسه حوار إيجابي. وهذا الذي يطلق عليه القرآن شنو؟ النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ذاك الذي ما يحاسب نفسه، أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ذاك الذي ما عنده حساب لنفسه خليه يرجع مرة أخرى للقرآن. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فقرات مهمة. بل الإنسان على نفسه زين. إذن يشتغل بنفسه انشغال إيجابي. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. هذا الذي يعالج الإنسان. الإنسان لما يجلس يفكر دائما وأبدا يذكر من حوله. أولا عندي نقطة مهمة هنا، وهي بأن ذكر الله تبارك وتعالى برنامج روحي ملكوتي، برنامج مرتبط بعالم غير عالم المادة، نخلطه بعالم المادة نهذبها زين. لأن عالم المادة عالم انحرافات، عالم المادة عالم خطير. عندما يكون الإنسان أفكاره مادية محضة، أفكاره بعيدة كل البعد عن الروحيات وعن الملكوت وعن البرامج هذه القيمة التي ترفع شأن الإنسان وفكر الإنسان وعقل الإنسان، هذا سبب أساسي للكثير من المستغربين الذين يرجعون إلينا ملاحدة ويرجعون إلينا زنادقة. ليش؟ لأنهم يعيشون في جو بعيد عن دعاء كميل بعيد. وين أبوها هذه البنية الحليوة؟ بعيد أي دور أبوها، بعيد عن القرآن، بعيد عن الذكر زين، بعيد عن المجالس، بعيد بعيد بعيد. بسرعة يسيطر عليه، تسيطر عليه العقول المادية المحضة. يجيك هني يقول لك أنا ملحد، أنا ملحد، أنا ما أؤمن بوجود الله، لا أؤمن لا زين. هو لما يجلس مع نفسه يفكر إيجابياً يجد أنه قد كذب على نفسه وكذب عليه وصدق الأكذوبة.
يجد أنه يعيش في غيوم وهموم من الوهم، يجد أنه لا يعيش الحقيقة، يعيش بعيد جداً عن الحقيقة. فلهذا قال: وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقتها مرتبط بأن هذا الوجود له موجد. زين، بماذا؟ بالتفكير. انجيل النقطة الثانية والأخيرة أو ما قبل الأخير من الكلام، وهي التفكير، تفكير الإنسان بلا رقابة، أن يبقى الإنسان مع نفسه. زين، فلهذا يقول كذا: ثلاثة إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ احذر الفراغ. متى يكون الفراغ؟ عندما يكون الإنسان منعزل منفرد. زين، خير إن شاء الله. رحم الله من ذكر قائم آل بيت محمد وصلى على محمد وآل محمد. ينفرد الإنسان بنفسه، خطير جدا، ليس عليه رقيب. شنو الخطر؟ حتى أنت رايح تنام منفرد بنفسك، أنت ليس معك أحد. زين، حتى ولو كان الذين معك نيام، أنت منفرد، أنت الآن فارد. ينبغي هذه المرحلة أنك تبدأ تتجنب أن تتحدث مع نفسك كثيرا، إلا أنك تجرد حسابات اليوم، شنو اليوم فعلت من خير وشنو فعلت من شر. زين، هذا ذكر الله، هذا ذكر الله. أما أنك تفكر تتمنى، تنظر إلى الناس، تتخيل ثروات الآخرين، تتخيل أنك أتتك صفقة عالمية وأصبحت في يوم وليلة ملياردير، كلها أفكار فاسدة طبعا. تتصور أنك بغير حقيقتك شيء آخر إلى آخره، أفكار كثيرة تتيه بالإنسان، يقعد يفكر، بعد ذلك يقول بينه وبين نفسه كلام لو انكشف للآخرين لمقتوه. لاحظ، وفيه ترى في الحكماء تكلموا عن هذا، أو الأئمة تكلموا عن هذا، في حديث جدا واضح في هذا المجال، يقول: لو تكاشفتم، يعني أنتم لو تدرون كل واحد البارحة كان يفكر في شنو، وقبل ما يجي كان يفكر في شنو، وكل واحد انكشف أمام الآخر، ما قعدنا بصف بعضنا بعض أساسا. يعني معناه عندما يغيب الرقيب من البشر احنا نخربط، ها؟ عندما يغيب الرقابة البشرية احنا نخربط فوضى، نعيش فوضى من الوهم، نعيش فوضى من الخيال. فلهذا زين، شنو يضرنا هذا؟ لا، هذا يضر كثير، لأن بداية صبغة سيرة الإنسان في الحياة هي الأفكار والتفكير، هي نوعية التفكير. وقلت لك في بداية الكلام بأن الطريق المختصر لتصحيح سلوكنا هو تصحيح تفكيرنا، تصحيح عملية التفكير عندنا، هذا هو الطريق المختصر. لما أجي أفكر ما أفكر في خرابيط، ما أفكر في حرام، ما أفكر في ربا، ما أفكر في تجاوزات، ما يكون تفكيري سلبي، أحاول دائما وأقف. لهذا قمة العصمة، قمة العصمة في عالم الإنسان هي عصمة محمد وآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه.
لأنهم لا يفكرون في الحسن بل يفكرون في الأحسن دائما في تفكيرهم من الداخل يفكرون في الأحسن ولهذا لا يفعل أهل البيت إلا الأحسن فلربما أنبياء وأولياء يفعلون الحسن في الحياة ولكن محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم لا يفعلون إلا الأحسن في الحياة فلذا أصبح فهذا هو القيمة التفاضلية هذه هي القيمة التفاضلية بين محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين الأولياء والأنبياء عبر العصور البشرية نوعية التفكير هي تخلق لك سلوك في الحياة فلذا ربطنا القرآن بأن دائما وابدا تفكيرنا في الله بدلا من أن أجلس أحدث نفسي بالثروة أحدث نفسي بالشهوة أحدث نفسي بالتنافس أحدث نفسي كل واحد ترى قاعد نتكلم وكلنا مغطيين عن بعضنا بعض أحدث نفسي بالانتقام أحدث نفسي أني أنا راح مثلا أفضح فلان أو أنتقم من فلان أو إلى يعني نقول في أنفسنا أشياء إحنا في المواجهة ممكن ما نفعلها ولكن لما أنت تركزها وترسخها يمكن تفعلها يفعلها فلهذا يقول لك اشتغل بذكر الله اعمل دائما وأبدا خلي عندك هاي البرامج اللي إحنا هاجرينها كان أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام دائما وأبدا يعني بالإضافة إلى طبعا أصحاب الأئمة علماء من عمالقة العلماء فلاسفة زين تقنيون متكلمون فقهاء كبار زين مو أنا قاعد أتكلم عن ناس صغار يعني وما يفكرون ما يفتهم ولا متعلمين ويلجؤون إلى الأوراد ويرجعون إلى الأذكار ويلجؤون إلى البرامج الروحية حتى تسهل عليهم الحياة لا أنا أتكلم عن عمالقة قطعوا طريق وشوط كبير جدا في العلم ولهم معطياتهم في الحياة الثقافية والتراث الثقافي عند المسلمين جميعا يجي واحدهم إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو عبد الله بن جندب كبير من كبار أصحاب الإمام موسى بن جعفر حملت أسرارهم عبد الله بن جندب يقول سيدي لقد كبرت سني وعجزت عن أمور كثيرة علمني كلام شوف أهمية الذكر في صبغة التفكير من الداخل كم تعطي الإنسان قدرة علمني كلام يعني علمني كلام أنا أحاول أن أربي نفسي من الداخل عليه علمني كلام يعينني على علاقتي بالله تبارك وتعالى ترى هي العلاقة بالله الذي تصنع الإنسان هو الإنسان المضحي والإنسان الذي قدم أموال والإنسان الذي قدم دماء لولا أنه يؤمن بالله جل وعلا ولولا أن له علاقة بالله ما يقدم شيء زين تعينني على ارتباطي أو علاقتي بالله وعلى العلم قال له أكثر دائما وأبدا قال له أكثر من قول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكثر من قول يعني دائما خلي لسانك دائما متعود هذه العادة العادات الطيبة العادات الحسنة زين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ثم بعضهم يأتي إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام كذلك يقول له سيدي
يعلمني شيء ينفعني في ديني ودنياي، ينفعني في ديني هذه اللياقات يعني، علمني شيء ينفعني في ديني ودنياي، يعني في ديني ودنياي يعني خليني أنا أفهم الحياة وأفهم الدين. الذي يفهم الحياة جيداً يعرف يتعامل مع جميع متاعبها. فلهذا شايفين إحنا المؤمنين غير يعني صبر المؤمن، خضتوا معارك من الصبر، أليس كذلك؟ غيركم ما يقدر يخوضها، كثير من الناس ما يقدر يخوض هالنمط من المعارك. هذه إمكانيات، هذه قدرات، هذا مو فقط عبادة، هذا نمط من الوعي، هذا نمط من فهم الحياة. زين، هذه برامج احنا نعيشها ورثناها من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، لازلنا نعيشها. احنا نعيش برامج ما حد يعيشها في الحياة، ما حد يعيشها. على الأقل هذا التجمع، هالنمط من التجمع هذا لو تبدل عليه ايش ما تبدل ما تحصل في عند غيركم. شو معلومات يعني هذه؟ هذه معلومات حقيقية ميدانية. وهذه الندوات والمحاضرات والأدعية الأسبوعية والأدعية بعد الصلاة، هذه ما تلقاها، ما موجودة. ترى هذه تربي اللياقة في الإنسان. بعد صلاة المغرب أدعية، بعد صلاة العشاء أدعية، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر دعاء الصباح، دعاء العهد، زين، أدعية الأيام، دعاء يوم الجمعة، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، يوم الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخميس، وهكذا، دعاء ليلة الجمعة. أنت شايف الناس يعني ما عندهم هذا النشاط وهذه البرامج الروحية، مي موجودة، مي موجودة. ليلة الجمعة الناس تصف وتقعد تقرأ دعاء، كم من منبهر من هذه الظاهرة، منبهرين يعني. بالإضافة إلى أنها كلمات مركزة، كلمات ملفتة للانتباه المفكرين والعقلاء والفلاسفة والعلماء والأساتذة الكبار، دائما يقفون يستمعون الأدعية، يسمعونها، كان لها أثر. بعدين أدركوا أن بالفعل يعني هذه كلمات راقية، وقاموا بعض الأخوان طلعوا أدعية، مأخوذ قسم من دعاء الصباح وقسم من دعاء كوميل وقسم من هنا وهناك، وأطلقوا عليه اسم. زين، هذه أنشطة يعني مجربة النجاح واقعا. قل له فعلمني كلاما ينفعني في ديني ودنياي. قال له من بعد صلاة الفجر، وهذا شيء احنا لازم نخوض هالتجارب هذه. من بعد صلاة الفجر اجلس وكرر هذه الكلمات حتى تطلع الشمس. شلينا بالسهر يعني؟ شلين شنو عطانا السهر يعني؟ احنا الآن عايشين عصر وزمان برامج ملخبطة وفوضى زين؟ الناس تنام الساعة 2 بالليل، بس الذي مضطر أن يقعد عند موعد سفر الطيارة بتطير الساعة 6 يكون هو قاعد الساعة 4. إذا الصلاة الساعة 3:30 ما يكون قاعد. شوف كيف الإنسان إذا عنده موعد يقدر يوصل لموعده ولا لا؟ الصلاة ليش لا؟ أحكي ما أحكي وياكم يعني، أنا أحكي الذي ما يصلون الفجر إلا بعد الشمس. ليش الصلاة لا؟ هذا الذي طيلة سنته ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، لو عنده موعد طيارة الساعة 3:30 يروح له ما يروح، الصلاة ليش لا؟ وكله يضعون لأنفسهم معاذير بأن ما نقدر نقعد
ما يجوز تسهر إذا ما تقدر تقعد. لازم نحدد برنامجنا اليومي من الليل. إذا بكرة بأجلس الساعة كم، لازم أنا بالليل أنام الساعة كم. يعني هذه قضية طبية، يعني الإنسان لازم يعيشها، حالة صحية الإنسان لازم يعيشها. فيقول له يجلس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، سمون بين الطلوعين، وكرر سبحان ربي العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، وأستغفر الله ربي وأتوب إليه وأسأله من فضله. تكرر سبحان الله العظيم وبحمده، وأستغفر الله ربي وأتوب إليه وأسأله من فضله. يقول هذا كنت أسوأ أهل بيتي حالا. الحال مو ضروري الحال المادي، وحتى الحال المادي عنده تحسن. تتعرف أن صلاة الليل تحسن الحال المادي؟ هناك أشياء الله جل وعلا تكوينا حسبها في معادلة الوجود. الله تكوينا حسبها في معادلة، خذ منها، خذ منها، جربها، جربها، تشوفها. صلاة الليل يقول كذب من قال أنه جائع، يعني فقير ومحتاج وهو يصلي الليل. يقول هذا كنت أسوأ أهل بيتي في أمور كثيرة، يعني حالة اكتئاب، النوم متأخر والجلوس الظهر تسوي اكتئاب. لما تعدل البرنامج تصير إنسان سوي، تعرف تفكر، تعرف تستثمر، تعرف تدير يومك، تعرف تدير عمرك، زين، تبدأ إدارة الحياة من إدارة الذات، وتبدأ إدارة الذات من إدارة الوقت بالنسبة للإنسان، إدارة وقته بالنسبة إليه. هذا أهم شيء في حياة الإنسان، واستدامة الإنسان على هذه، على إتقان إدارة حياته، والتركيز، تكون حياتك مركزة. الإمام الحسن عليه السلام يقول لي أمية ابن جنادة: يا ابن جنادة، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، صير مركز في برامجك، لا تخلط أوراقك، زين. انشغال الإنسان بالتركيز في أوقات فراغه بذكر الله. شنو ذكر الله؟ الذكر المطلق، أن الإنسان مثل ما عودنا آباءنا، مو بس آباء يعني أبوي وأخوي الكبار، لا، أنا أعرف بأن الآباء في البحرين أو في الخليج مثقفون للعلم، يعني كان عندهم عند فراشهم دائما وأبدا كتاب. كثير من الآباء، أنا شايف الكثير من الآباء، لا هم معممون ولا هم خطباء ولا ولا، ولكن لما يجي لفراش النوم عنده كتاب، يقرأ ما يقارب من ساعة أو أكثر أو أقل ثم ينام، زين، هذا ذكر. ثم ينام وعلى جنوبهم كذلك يذكرون الله تبارك وتعالى. ذكر الله ورد في الحديث، بنختم، الله إن شاء الله يرحم شهدائنا، جميع شهدائنا، ويعطي آبائهم أمهاتهم أخوانهم طاقات من التحمل وطاقات من الصبر والرضا المنبعث من الوعي في الحياة، منبعث من الوعي في الحياة. في الحديث ورد في الحديث ذكر الله عبادة، وذكر النبي وآله عبادة. اللهم صل على محمد، وذكر علي بن أبي طالب عبادة. اللهم صل، وذكر الأئمة من آل محمد عبادة. وسيد الأعمال هو ذكر الله تبارك وتعالى. شوف هذه الصلاة
على محمد وآل محمد، فيها ذكر الله. الله أول ما تقول اللهم صلي، فيها ذكر النبي. على محمد، فيها ذكر آل النبي وآل محمد. من أسمى وأعظم العبادات. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول للنبي صلى الله عليه وآله أن علمني أفضل الأعمال، أفضل عمل ألاقي به ربي. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أو قال له أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. إذن احنا لازم نزرع هذا التفكير، لأن الذي يموت ولسانه ملوث بالماديات، ملوث بالحس، بالحسد، ملوث بحقد الآخرين، زين، بالحقد على الآخرين، ملوث بالشهوات، يموت عليها شلون يواجه الملائكة، وشلون تواجه الملائكة؟ غير الذي يموت ولسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الذين ماتوا على حب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. الحسين عليه السلام كانت فيه جراحات كثيرة، ما أقدر أقول لك كم جراحات كثيرة. أنت تعرف وهو في آخر الجراحات وفي آخر رمق، يعني القوم ما محتاجين أن يجهزوا عليه، الحسين منتهي نهائيا، يعني منتهي. الدعاء الأخير في حياة الحسين دعاء طويل نوعا ما، إلهي اللهم متعالي المحال، غني عن الخلائق، إلى آخر هذا الدعاء وهو على أرض كربلاء يغمى عليه، كان في حالة يغمى عليه، بعد مصوب. الله يساعد أهل الصوابات، قلوبنا كلها مصوبة، الحسين مصوب. إحنا ليش متحملين الصواب؟ غير لأن نقرأ جراحات الحسين، ليش متحملين المصيبة؟ غير لأن نتحدث عن زينب ونتحدث عن سكينة، الذي شافه والذي إحنا ما شفناه، شافه والذي إحنا ما شفناه، أنت تقدر تتحمل؟ لو أختك، لو أمك الله يخليهم، تشوف أخوها والعدو واضع رجله وجاثي على الصدر، بعينها زينب تشوف هذا المنظر، شنو دورها؟ انقضت عليه. شلون زينب انقضت عليه؟ تحمي الحسين، تحمي الحسين. متى زينب وصلت؟ زينب وصلت إلى جسد الحسين لما سمعت صهيل الجواد، خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد، تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافراً في بطن واد، ما تدري أخوها واقع بصحراء بوادي، وين ما تندل وين طايح الحسين، ودم المنحر جار خاضبا للمنكبين. أيها المهر توقف، لا تحم حول الخيام، واترك الإعوال كي لا يسمع الآل كيف تستقبلهم، تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل،
يخبر النسوة أن السبط بالبوغى جديل ودم المنحر جار خاضب الشيب نابعا من ثغرة النحر كما تنبع عين خرجت مجسمع سمعة الصهيل طلعت الله يرحم بن فايز موفقين وياه الليلة لحد يا زينب طاد عزك بالثرى مال الله يعينك ذوبت قلبك هالأطفال طارش يا زينب يا ويلي طارش إليك من طود عزك يا حزينة يقلك أخوك حسين لازم توصلين قالت يا فضة قومي خبري سكينة نروح ونشيله ولو نمصب له ظلال وصلت وصلت لو ما وصلت وصلت بصعوبة فلهذا أنا بخلي أبيات الوالد بوسط أبيات بن فايز هي تريد تروح لأخوها لكن تنادي وصوت الرجس فوق متون هيلوح والله ما تشبه الحمامة الناحة بدوح تصيح اتركوني يما أخويا حسن تصيح اتركوني يما اخويا حسين بروح قالها حرام عليك جسمه توصلين منو هذه منو هذه اللي طالعه قالوا هذه زينب قالها من انت الذي شخصك قبل ما تشوفه الناس بحسين مهيوبه وشديد الباس عبا وينهم وينهم راحوا 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 تظل بالهضيمة منكز الرايس لم ايتامك تقدر تتحملها انت سامعنها وهاضمنها لكن لو انت سامع هالمشهد لأول مرة تشق جيبك لم ايتامك لليسر طحت بدل شيقول لزينب الملعون لمي ايتامك لليسر طحت بدينا وين اخوانك هذا طريح وذاك فوق المشرع طاح وكل اخوتك راحوا ونهب لسيوف ورماح نوحك ما يشفي لك قلب راح الذير بعد عندك هني مشهد احر من هذا المشهد مسموع لكن لازم انت تتصور من جديد اقبل شمر يصفج على زيد اقبل شمر يصفج على زيد لا قرت عين الشامر اقبل شمر يصفج على زينب جفوفه اقلها يا زينب يا زينب دبشري بطبة الكوفه اسمع 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 وان كان خدرك بالامس ما حد يشوفه لازم يشوفونك على ناقة نوح يعني ما قدرت توصل
نرجع لابن فايز. يا لمس زينب عليها السلام لمسامحة يا حسين ما نقدر الجاية. لمسامحة يا حسين ما نقدر. أما تجي لا تبعث العباس لي أنا أمشي بلي قناع ما ترضى. أمشي بلي قناع ما ترضى علي حرمة وحشة ليل ما تطلع بلا رجال. بعد نختم ولو ان الولد قراها بس جتني بالذاكرة وهي تنفعنا بعد بدمعة. تقل اخويا يمكن جماعة اللي جاءوا متأخرين ما سمعوا المقدمة. تقل أخويا من الخيم للحومة جيتك حافية. خويا من الخيم للحومة للحومة جيتك حافية. الليل وحم عيالكم وغافي. جيت 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 حشمك قلت يمكن بنفس. جيت حشمك قلت يمكن بنفس شفت صدرك دايس عليه الفرس. صرت لعيالك يا ابو اليم حرس دم ابكي ودمعتي مو كافيه. دم أبج ما كافي إحنا دموعنا كلها كفت موقف الحسين. تصب الشيعة ألف سنة تصب دموع وبعدنا ما كفينا الطف وما كفينا شهداء الطف وجميع الشهداء شركاء بهذا الثواب وهالعبرات وهالدموع. هذا كل ثواب ومبدأ وقيم عالية. أوالي رحم الله شيخ كاظم. أنا ختمت المجلس بس يعني مذكرات نهائية. رحم الله شيخ كاظم المنظور هذا الشاعر الخادم العملاق. يقول دمع اليصوب على حسين لجهنم طافي. دمع اليصوب على حسين لجهنم أول من يجيف بالمحشر سيلي الهادي بين يدي راسه ومن وريده ينادي. قدام بتشوف الحسين وبتشوف طوابير الشهداء كل واحد يدور ولده. ها هناك عاد من يجيف بالمحشر سليل الهادي بين يدي راسه ومن وريده ينادي. ضحيت يا رب بخوتي وبولادي لجلك
وقصد السايات عن شيعتي تمحيها دمع اليصب على علي لجهنمي دمع اليصب على يا ربي الوفا وربي الدين وانت وعديتني بهالوعد وانا حسين كل شيعتي صبت علي دمع العين وقصدي يا ربي بهاليوم من رحمتك او فيها جاهل منادى يا كتيل العبر يلي مصابك ليش مضي العزارة هذا الحشير يا حسين بيدك أمره اخدلت ود وعداك لجهنم نوديها اللهم صل على محمد وآل محمد من اجتمعنا واحتفلنا بسببهم اللهم جافي الأرض عن أجنوبهم واصعد إليك بأرواحهم اللهم اجعل قبورهم خير منازلهم وهي خير منازلهم اللهم احشرنا وإياهم في زمرة محمد وآله الأطهار وإلى أرواحهم رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد التعزية من المنبر آباء الشهداء إلى الباب من يمين المنبر الله إن شاء الله يديم عزكم.